صباح الخير. مبدئيا كده الفيديو ده للرجال فقط، بس مش معنى كده ان اي بنت او اي سيده بتحضر معانا الفيديو ده انها تمشي. طيب حد هيقول لي انت ليه اخترت عنوان الفيديو بالشكل ده، وايه علاقه اليوتيوبر الشهير مصطفى الحفناوي رحمه الله عليه بهرمون التستوستيرون وتدريب الاسترخاء؟ لو عايزين تعرفوا الاجابه على السؤال دوت تابعوني. في فيديو النهاردة هنتكلم عن حكاية اليوتيوبر الشهير مصطفى الحفناوي رحمة الله عليه كمثال كتير من الرياضيين الشباب المهتمين بممارسة النشاط الرياضي وتكوين البنية العضلية عن طريق الاهتمام بتدريبات الجيم. وبالطبع الرياضيين وهم في طريقهم لزيادة الكتلة العضلية بيحتاجوا لزيادة مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم، سواء عن طريق مصادر طبيعية أو عن طريق مصادر غير طبيعية، وده بعد لمخاطره. والنهاردة هنتعرف على ايه اللي ممكن يحصل لو قل او زاد مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم عن المعدلات الطبيعية، وهنتعرف كمان عن علاقة هرمون التستوستيرون بتدريب الاسترخاء كأحد المهارات النفسية المهمة سواء للرياضيين او غير الرياضيين. وهل فعلا ممكن ان الاسترخاء يساعدنا على زيادة مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم؟ معاكم وليد جبر، تعالوا نشوف فيديو النهاردة ويا رب يكون نافع ومفيد بالنسبة لكم. يمكن في حد يجي فيكم يسالني، هو انت ليه جاي دلوقتي تتكلم عن وفاه مصطفى الحفناوي رحمه الله عليه وما اتكلمتش عنه وقت وفاته اللي كانت في اغسطس اللي فات 2020؟ والحقيقه ان فكره الفيديو ده في دماغي بقالها اكتر من 7 شهور، وبالتحديد من فتره وفاه مصطفى، ولكن انا ما رضيتش اركب ترند وفاه مصطفى الحفناوي وفضلت انتظر شويه. بدايه اللي ما يعرفش مين هو مصطفى الحفناوي، فتعالوا نتعرف على مصطفى بسرعه وندخل في الموضوع. مصطفى الحفناوي هو كاتب ويوتيوبر وممثل مصري عاش تجربته الفنية في السوشيال ميديا اللي فتحت له طريق سريع لصعود سلم النجومية اللي كان بيحلم بيها من صغره. مصطفى اتمتع بخفة ظل وكان له شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي من خلال فيديوهاته الكوميدية الساخرة البسيطة اللي كان بيقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي حبها الجمهور وتفاعل معاها. وتم تكريم مصطفى أفضل ممثل كوميدي على مستوى جامعة حلوان، وكان حلمه انه يصبح ممثل لولا الظروف والقدر اللي منعته من تحقيق حلمه. في يوم من الايام يحس مصطفى فجاه بمغص مفاجئ في بطنه والم في كتفه اليمين، فراح المستشفى عادي على رجله وتم حجزه واتشخصت حالته بانها التهاب في القولون. وبعد 6 ساعات فقد مصطفى الوعي، واكتشف اصدقائه ان كان متشخص غلط وانه عنده جلطه في المخ وضمور تام في الجزء الايسر من المخ مع اشتباه في الشلل النصفي، وبعدها دخل في غيبوبه وانتقل على اثارها الى رحمه الله. وبعدها اتفتح جدال كبير على السوشيال ميديا اسباب وفاه مصطفى الحفناوي، فالبعض قال ان سببها التشخيص الطبي الخاطئ للمرض، والبعض الاخر رجع سبب الوفاه للحسد بسبب نجاح مصطفى خلال فتره قصيره. وما نستغربش، لان الكلام ده بيتوافق مع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، كما قال ان العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. لكن المفاجأة أن التقرير الطبي الخاص بالمستشفى اللي كان فيها مصطفى أشار إلى أن سبب الوفاة هو تناول مصطفى لمجموعة من الأدوية والعقاقير الخاصة بالرياضيين لتقوية العضلات، ومنها الكورتيزون وأمينو أسيد والتستوستيرون بغرض زيادة الكتلة العضلية. أفتكر كده إن هو ده نفس السبب الوفاة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي برضه، اللي كان مهتم بالتدريب الرياضي لزيادة حجم الكتلة العضلية. والخلاصة هو ان بعض الرياضيين بيلجأوا بطريقه او باخرى لزياده مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم لزياده حجم البناء العضلي للجسم. طب يلا بينا نشوف ايه هو هرمون التستوستيرون، وهل في مشاكل هتحصل اذا انخفض او ارتفع المعدلات الطبيعيه بالجسم، وايه هي العلاقه ما بينه وبين زياده حجم العضلات. يعتبر هرمون التستوستيرون الهرمون الرئيسي المسؤول عن ظهور الصفات الذكوريه عند الرجال، ويتم تنظيم عملية إنتاجه عن طريق الدماغ والغدة النخامية، وبيختلف نسب هرمون التستوستيرون خلال اليوم، فبنلاقي إن مستوى الهرمون بيرتفع في الصباح وبينخفض في المساء، وكذلك بتختلف نسبة هرمون التستوستيرون بتقدم عمر الإنسان، فبتكون أعلى نسبة الهرمون في الفترة العمرية بين 20 و30 عام، ثم تبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي مع التقدم في العمر. فمن الطبيعي إن نلاقيها بدأ ينخفض بنسبة 1% بشكل سنوي بعد سن 30 بالنسبة للرجال. ترجع أهمية هرمون التستوستيرون في الدور اللي بيلعبه فيه المحافظة على توزيع الدهون في الجسم، والمحافظة على إنتاج كرات الدم الحمراء، وزيادة الرغبة الجنسية، وإنتاج الحملات المنوية، وبناء العضلات والعظام القوية.
السؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو ايه خطوره انخفاض او ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم؟ هنلاقي انخفاض مستوى التستوستيرون عند الرجال ممكن يؤدي لاعراض زي انخفاض الرغبه الجنسيه وانخفاض عدد الحيوانات المنويه وتضخم الثديين عند الرجال وزياده الدهون بالجسم وانخفاض في كتله العضلات وزياده احتماليه الاصابه بهشاشه العظام وانخفاض الطاقه والشعور بالتعب المستمر واضطرابات في النوم وانخفاض عدد ساعات النوم والشعور الدائم بالتوتر والشعور بالحزن والكآبه وعدم الرضا وانخفاض الثقه بالنفس وبيدور بمستوى التركيز الذهني والذاكره. طيب وفي حاله ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون عن معدلاته الطبيعيه هل هنلاقي اعراض خطيره عندنا كرجال؟ يعتقد كثير من الاشخاص ان كل ما كان هرمون الذكوره مرتفع كل ما اصبح الرجل اكثر صلابه واكثر قوه، لكن ده بيعتبر معتقد خاطئ في حد ذاته، لان ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون بشكل مبالغ فيه بشكل خطوره على صحه الرجل وممكن يؤدي لمشكلات كتير. وفي الواقع ان في حاله الزياده القليله من هرمون التستوستيرون عند الرجال بيساعد ده في تحسين النشاط البدني وبناء العضلات في الجسم وكذلك زياده الرغبه الجنسيه. ولكن الخطوره الحقيقيه بتكمن في حاله ارتفاع نسبه هرمون التستوستيرون اكثر من معدله الطبيعي فيمكن ان يصل الى 5 أضعاف النسبه الطبيعيه. ومن الاسباب اللي بتؤدي لزياده هرمون التستوستيرون هي اضطرابات في الغده الدرقيه او اورام في الغده الكظريه او البلوغ المبكر او بعض العلاجات الهرمونيه اللي تحتوي على هرمون التستوستيرون او تناول المنشطات اللي ممكن يلجا ليها بعض الرجال بغرض المساعده في بناء العضلات وزياده الخصائص الجنسيه الذكريه. والمنشطات دي بتتكون اساسا من هرمون التستوستيرون. والاستخدام المستمر والخاطئ لهذه المنشطات او العلاجات بيساهم في زياده نسبه هرمون التستوستيرون وبيسبب الكثير من المخاطر. ومن مخاطر ارتفاع مستوى هرمون الذكوره لدى الرجال الشعور بالاكتئاب، العدوانيه والعصبيه الشديده، مشاكل في البشره، انكماش حجم الخصيتين، زياده ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء اللي ممكن يسبب تخثر الدم وبالتالي بتزيد احتماليه الاصابه بالنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه، ودي زي حاله مصطفى الحفناوي كما ورد في التقرير الطبي الخاص بوفاته. خلاصة هنا ان كتير من الرياضيين عشان يزودوا الكتلة العضلية بتاعتهم فبيلجأوا لمحاولة زيادة مستوى هرمون التستوستيرون سواء بمصادر طبيعية او بمصادر غير طبيعية. من المصادر الطبيعية اللي هتزود لنا مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم كرجالة بعض الاغذية زي الاطعمة الغنية بفيتامين د والزنك، الاسماك زي التونة والسردين والسلمون، اللبن خالي الدسم المدعم بفيتامين د، صفار البيض، الحبوب المدعمة بفيتامين د، المحريات، اللحم البقري، الفاصوليا السوداء والبيضة والحمراء، زيت الزيتون البكر، البصل، الرمان، الخضروات الورقية. وفي مصادر تانية لزيادة مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم زي الحصول على فيتامين د بالتعرض لأشعة الشمس، أو من خلال المكملات الغذائية، أو أخذ قسط من الراحة من 6 إلى 8 ساعات يومياً، والابتعاد عن المشروبات الكحولية والتقليل من الإجهاد والقلق والتوتر. المفتاح السهل هنا لتقليل الاجهاد والقلق والتوتر هو تدريب الاسترخاء بانواع مختلفه زي الاسترخاء باستخدام اليوجا او تصور الاماكن المفضله للنفس او الاسترخاء باستخدام الموسيقى واهمهم الاسترخاء باستخدام تدريبات التنفس العميقه. ويعتبر الاسترخاء من اهم المهارات العقليه اللي بنستخدمها في برامج الاعداد النفسي للتخلص من القلق والتوتر النفسي سواء للرياضيين او غير الرياضيين. عارف انكم هتسالوني عن ايه العلاقه طيب ما بين تدريب الاسترخاء وبين هرمون التستوستيرون؟ والاجابه عن السؤال ده هو انه في حاله الاجهاد والقلق والتوتر الجسم بيفرز مجموعه من الهرمونات بيسموها هرمونات التوتر الستريس هرمونز، وهي الادرينالين نور ادرينالين الكورتيزول. والهرمونات دي بدورها بتقلل مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم، يعني الرياضي اللي هيتعرض للاجهاد او قلق او توتر لفترات كبيره بدون ما يتخلص منه هتزيد عنده هرمونات التوتر ويقل عنده هرمون التستوستيرون بالجسم، وبالتالي فرصه زياده كتلته العضليه هتكون قليله. والابحاث اثبتت ان من خلال ممارسه تدريبات الاسترخاء من 10 ل 15 دقيقه يوميا ده بالتالي هيقلل هرمونات التوتر ويرفع مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم، وده خبر مهم جدا للرياضيين اللي بيزودوا كتلتهم العضليه، وده بيوضح لنا اهميه الدور اللي بتلعبه تدريبات الاسترخاء بالنسبه لينا كرياضيين. هسيب لكم فوق لينك لتدريب الاسترخاء عن طريق التنفس ممكن نمارسه خلال 10 دقائق بس في يومنا، وباذن الله هخصص فيديوهات اكتر لتدريبات التنفس وانواع مختلفه من تدريبات التامل والاسترخاء. عارف ان يمكن في الفيديو ده طولت شويه، لكن في النهايه ارجو ان الفيديو ده يكون نافع ومفيد بالنسبه لكم واكون وضحت لكم
العلاقه ما بين تدريبات الاسترخاء وزياده مستوى هرمون التستوستيرون بالجسم. وما تنسوش تدعموا القناه بشير ولايك وكومنت عشان نقدر نفيد اكبر عدد من الرياضيين بالمعلومات الموجوده في الفيديوهات دي. مرنوا كويس ومارسوا تدريبات الاسترخاء واشوفكم بخير باذن الله في فيديوهات تانيه. مع السلامه.